السجاد عليه السلام أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. أمسيما إمام سجاد رحمة زوجو ياكي ناماني مؤمني يوتي يولي أتكي ببجيكوا نماتشوزي machoni mwake mawili mpaka yakafika kwenye shavu lake kwa ajili ya kifo cha Imam Hussein, Mwenyezi Mungu atamwandalia chumba peponi, ataishi humo karne baada ya karne.